هو انت مش خايفه اني ابلغ عنك؟ لا مش خايفه، مصلحتك معايا. وبعدين ايه اللي هيخليك تبلغ عني؟ بس لو اشتغلنا مع بعض الوضع هيختلف. لو اشتغلنا مع بعض؟ معلش، هو احنا هنشتغل مع بعض ازاي؟ انت هربانه ومطلوب القبض عليكي كمان. ما اكيد في 100 طريقه نشتغل بيها مع بعض. انا وانت هدفنا واحد، انه سيف ما يبقاش في شركات خطاب. انا عايز اعرف، انت عرفت ازاي ان سيف هيبعت حد ولا في المعرض عندي؟ عرفته خلاص. اوكي، طلباتك؟ ماليش طلبات، انا وانت مصلحتنا واحده، خليك تاخد حقك من سيف وترجعه مني. طب معلش، وانت هتستفيدي بايه؟ انا استفادتي مش دلوقتي، لما اثبت براءتي. يعني مش انت اللي قتلتي راغب؟ مش هدافع عن نفسي، بس اول ما اخلص من التهمه دي هيبقى ليا جميل عندك، وبرضه انت اللي هتبقى كسبان. وانا موافق اساعدك. وانا اللي قلت هيبقى صعب عشان اقنعك؟ لا ده صعب ولا حاجه، اصل الواد سيف ده بقى كارت محروق بالنسبه لي، خدني وبقى بينفذني في السوق زيك بالظبط لما كنت في مكانه. بس في فرق واحد، انت منافستك كانت شريفه، ست اعمال وبتشتغل ومن حقها انها تنافس، انما سيف حاجه تانيه، انت اكيد فاهماني.